اول حاجه طبعا جمعيه الرساله بتصرف لنا الخامات اللي هي بتكون عباره عن النشويات والبروتين، كمان هي بتصرف لنا الخامات دي. وفي احنا عندنا كذا مرحله بتتم علشان نقدر نقدم الوجبات دي او نوصل الوجبات دي لاهالينا. اول مرحله هي المطبخ او لجنه المطبخ، دي لجنه بتكون متدربه ان هي ازاي تعمل اكل بشكل صحي في كل العناصر الغذائيه علشان ما فيش اي حد يحصل له اي ضرر صحي، تمام؟ دي اول مرحله اللي هي مرحله المطبخ. تاني مرحله مرحله التعبئه، احنا خلاص بعد ما طبخنا الاكل بتيجي مرحله التعبئه، برضو في فريق مدرب ان هو يعبي الوجبات دي بشكل كويس، بيوصل اهلنا برضو بشكل كويس. زي كمان الاطباق نفسها لازم تكون صحيه، مش بنجيب اي اطباق وخلاص، لا هي اطباق صحيه عشان برضو ما يحصلش اي ضرر لاهالينا. تالت مرحله هي لجنه القوافل. لجنه القوافل دي بقى المسؤوله ان هي تستكشف المناطق المستحقه. يعني انا دلوقتي لجنه القوافل بيكون فيها شغل كتير شويه، تمام؟ انا بكون بنزل للجامعات او بنزل الاماكن اللي هي المستحقه دي، بشوف الناس المستحقه الاكثر احتياجا وبروح لهم. الحقيقة احنا كل جمعة بنتجمع علشان بنعمل قوافل داخل مصر وخارج مصر، يعني داخل القاهرة وخارج القاهرة. القوافل النهاردة هتبقى ان شاء الله في شارع 100 مية. القوافل اللي احنا بنعملها كل يوم جمعة، بنجمع فيها زمايلنا المتطوعين، بنعمل فيها زي وجبات بتتكون من مكرونة وسلطات ولحمة. النهاردة ان شاء الله بإذن الله عندنا وجبة سيرفيس ووجبة زوجي وسلطة. ان شاء الله باذن الله وجبه السيرفيس بتتكون من مكرونه ولحمه وتكفي 5 افراد. الوجبه الزوجي تكفي فردين، وفيها موجود فيها مكرونه ولحمه وسلطه، وفي اطباق سلطه صغيره جانبيه. احنا النهارده شارك معانا 23 متطوع. بدايه اليوم الساعه 8 الصبح، احنا فاتحين المطبخ من الساعه 8 الصبح، وبعد كده بنبتدي ان احنا نجهز الوجبات بتاعتنا. الوجبات بتاعتنا النهارده كانت 500 وجبه، وهنوزعهم في منطقه شارع 100. بالنسبة للرسالة عامة، احنا بنعمل كل اسبوع 500 وجبة، يعني احنا حوالي في الشهر كله ممكن نعمل 2000 وجبة، وكان عندنا ايفنت الاسبوع اللي فات 1200 وجبة. فاحنا باستمرار بنعمل وجبات كثيرة خلال الشهر ممكن تتعدى 3000 وجبة. الحقيقة اللي بيحصل النهاردة من اللي احنا بنشوفه من تمكين المرأة اقتصاديا، من فصول محو الأمية، من فصول الكشافة، من البازار اللي احنا هنشوفه النهاردة. بشكر الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية الحقيقة على الجهد اللي هذه المؤسسة بتبذله، واحنا بنشوفه الحقيقة في حضور الأستاذة جيهان زكي المديرة التنفيذية للمؤسسة داخل التحالف. بنتكلم عن دور المجتمع المدني، بنشوف ازاي انه هذا او هذه المؤسسات تقدر ان هي يعني تناصر جهود الدولة التنموية في التمكين، في إعادة التأهيل، في بناء الإنسان أيضا، لأنه الحقيقة كمان يعني كل فصول محو الأمية هي بالتأكيد تعليم، إنما أيضا تعديل سكون في هذه المنطقة. الجهد اللي هنشوفه النهاردة جهد مميز، جهد بيقول إنه المجتمع المدني فعلا حصل على ثقة القيادة السياسية منذ أن أعلن السيد الرئيس إنه عام 2022 هو عام المجتمع المدني. بالتأكيد إنه شغل المؤسسات عملها أنشطتها داخل التحالف، وبالتأكيد تحت حملة إيد واحدة بالتأكيد هنقدر ان احنا نوصل لكل مواطن والمستحقين عشان نقدر ان احنا نلبي كل احتياجاتهم ونمنع ازدواجية المنفعة. المؤسسة الصديقية مؤسسة من المؤسسات العاملة منذ سنوات، وفي كل سنة بتتطور بأضعاف السنة التي تسبقها من ناحية الموارد، من ناحية المساحة، من ناحية الخدمات التي تقدمها، وده علامة النجاح، الاتساع والاستمرار. وبادرت المؤسسة الصديقية بالانضمام تحت مظلة التحالف الوطني. النهاردة أيضا في حدث آخر متوازي معه، وهو حدث السوق التي تحاول أن تمكن المرأة. تمكن المرأة في ماذا؟ تمكن المرأة في أن تعمل وأن تبيع ما تعمل، وأن يكون هذا مصدر دخل ليها ومصدر زيادة للمعروض من السلع، ومصدر كسب للمهارات، ومصدر
لرفاهة المجتمع بحاله. احنا جينا هنا بصراحة وموفروا لنا الوقت الكافي كمان ان احنا نيجي هنا نعرض حاجتنا، عشان نعرض الحاجات اللي احنا صنعناها في مساكن اولى بالرعاية. بنعرض حاجتنا وبنشوف ان شاء الله كده، يعني ربنا يوفقنا باذن الله. ونشكر طبعا التحالف الوطني، ونشكر الشيخ علي جمعه، ونشكر كل برضه المتطوعين معنا، ربنا يبارك لهم. يعني مش اول مره اشارك معاهم في البازار، تمام، بس بسم الله ما شاء الله، يعني مش اول مره اكون حابه ان انا اكون موجوده معاهم. لا، في تقدم وفي ناس عارفاني اكتر، ناس بتتصل بينا عشان نبقى موجودين في النادي او في اي مكان موجود فيه تحالف او اي حاجه تبع المؤسسه. فالحمد لله، لا الدنيا تمام. مؤسسة الصديقية بنتعلم حرف، احنا هنا جايين معانا منتجاتنا اللي عملناها بمساعدة وبمجهودات المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني، اللي نشكرهم جزيل الشكر. واحنا لولاهم هم يعني ما كناش هنا، ولا كان لنا منتجات، ولا ظهرنا، ولا عرفنا نبيع حاجة او نستفيد. فاحنا الحمد لله لك يا رب، نحمد الله انه هو سخر لنا التحالف وسخر لنا المؤسسة وفضيلة الشيخ. ربنا يزيدهم وربنا يجعل أعمالهم، نسأل الله قبول أعمالهم دي كلها. برضه أنا بشارك في المعرض بمنتجات الجلد الطبيعي باسم صنعاء. في المعرض بتاع جود بازار ده، يعني أحد المشروعات اللي بتقدمها المؤسسة الصدقية للسيدات اللي عندها مشروعات صغيرة، وطبعا بتوفر لهم المعرض هنا بسعر رمزي، لأن المعارض التانية كلها بتبقى غالية جدا عليهم، والبروفيت بتاعها بيبقى مش قد كده مع الإيجار بتاع المعرض. فالمؤسسة بتوفر المعرض بسعر رمزي للناس. يومنا ان شاء الله يعني بيبدا بان احنا بنيجي هنا الساعه، بنيجي في الساعه 9، بنخش المطبخ بتاعنا، بنبدا بقى نعمل وجبات. والله احنا عندنا ممكن نعمل رز ولحمه، او ان احنا نعمل مكرونه ولحمه، فدول النوعين اللي عندنا. اوقات بنبقى عاملين سلطه، اوقات بنجيب مخلل، اوقات ممكن نعمل حاجات كده يعني بتبقى مختلفه، ان احنا نعمل سلطه فواكه، تمام. بس يعني بنبدا بقى ان احنا نعبق الوجبات دي بعد ما نخلصها ان شاء الله، بحيث انها توصل سخنه. لجنه القوافل عندنا بتبقى في ناس مسؤوله فيها، بتبقى متعرفه على الاسر قبلها، وبييجوا يعملوا زي بحث اجتماعي عشان يتعرفوا على الاسر اللي هتبقى مستفيده مننا، فبالتالي احنا بنيجي نوزع على الاساس ده. بنيجي في الاطعام، بنيجي الصبح بيحضروا الوجبات، بيحضروا الاكل في المطبخ، والواحد بيلاقي سعاده كبيره جدا جدا، بيشوف السعاده ان الناس بتاخد الحاجات دي وهم مبسوطين يعني، وده شيء بيسعدني جدا يعني، بتدخل الفرحة على قلوب الناس يعني. احنا النهارده نازلين نعمل قافله للمتدربين، بندربهم على اللجان اللي احنا بنقدمها في النشاط بتاعنا تبع جمعيه رساله. نازلين النهارده في كفر حميد، قريه كفر حميد بالعياط. طبعا القريه دي احنا بننزلها بقالنا اكتر من سنه، بنعمل فيها حاجات كتير جدا، بنقدم فيها مساعدات ممكن اقولها كلجان بننزلها. بس احنا النهارده الموضوع مختلف شويه، عشان احنا بندرب بقى متدربين على الحاجات دي. مثلا نازلين النهارده نعمل تعبئه مكونات غذائيه للاسر، زي مثلا لوبيا، رز، مكرونه، وبنبتدي ان احنا يتم توزيعهم. عندنا النهارده كمان بننزل نقعد مع المسنات، بنبقى متفقين معاهم، بنعمل مساعدات مختلفه، زي ان احنا بنعمل زيارات ل 30 مسنه. كمان عندنا 50 مكبه ساخنه هتتوزع على الاسر. عندنا محو اميه، بنساعد الناس الاميين في القريه ان هم ياخدوا الشهاده. كمان عندنا في العيني تعبئه 100 شنطه، مكونات الشنطه مختلفه، عندنا مكرونه ورز وسكر ولوبيا وعدس. كمان عندنا في محو الاميه يعني بنساعد الاسر وكده. كمان عندنا في مجددون النهارده في دهان مدرسه. النهارده عندنا كان في تعبئه للجنه عيني، بنعبي مكونات غذائيه، رز ومكرونه وعدس وهكذا. كمان عندنا برنامج تاهيلي للاطفال، عندنا 25 طفل عاملين لهم برنامج تاهيلي، وفي فصول محو 100 النهارده ل 20 مستفيد. وعندنا كمان في اطعام وجبات غذائيه بتتعمل وبتوزع على اخر اليوم، وفي منها كمان بتوزع على بعض المسنين. بنعمل حفلات للاطفال، وكمان عندنا تعبئه شرط غذائيه، بتبقى الشنطه مكونه من كيسين مكرونه وكيس رز وكيس سكر، بالاضافه الى اللوبيا والفاصوليا والعدس والشعريه.
بعد ما بنخلص التعبئه بنروح نوزعها على الاسر، وكمان عندنا هنا محو اميه بناخد الناس اللي هي ما خدتش فرصتها اللي هم يتعلموا او هم احتاجوا دوت بس في سن متقدم، بنعلمهم، وكمان باخر السنه بنوديهم يمتحنوا وبياخدوا شهاده اللي هم اتموا المحو اميه، ودي بتبقى بمثابه الشهاده الابتدائيه ليهم لحبوا يكملوا بعد كده. النهارده عندنا 400 وجبه ان شاء الله رايحين لأديس المصرية، و 400 وجبه مكونه من لحمه ومكرونه وسلطه خضراء. ان شاء الله هتكون وجبه سخنه هنوزعها على كل الموجودين هناك في أديس المصرية، ان شاء الله تكفي للجميع، يعني 400 وجبه ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله هنوصل 400 وجبه لأديس المصرية، هنوصلها للناس محتاجاها بجد عن طريق ان احنا عرفنا عن طريق بحث الحاله ان هم فعلا دول الناس الاولى بالوجبات. احنا طبعا التطوع دوت اهم حاجه حرفيا في حياتنا دلوقتي، نظرا ان احنا بنساعد ناس محتاجه فعلا المساعده. حرفيا بتضيف لك انت كشخص احساس ان انت بتعمل حاجه حلوه، ده بجد احساس بيديك طاقه انك تعمل حاجات كتيره جدا في حياتك انت الشخصيه في الكارير بتاعك. احساس بجد ان انت بتعمل خير ده اهم احساس الواحد ممكن يشعر بيه. ان شاء الله موجودين في اسماعيليه في حي هدى شعراوي، بنستهدف 125 اسره من الاكثر احتياجا، بنقدم ليهم معرض مواد غذائيه باسعار مخفضه باقل من نص الثمن ان شاء الله. عندنا مكرونه، عندنا شعريه، عندنا عدس، عندنا رز، عندنا سكر، كل المنتجات ديت بنعملها بنص السعر. كنا عاملين معارض قبل كده برضو، معارض ليها مدرسه باك تو سكول، برضو كنا عاملين فيها شنط وكشاكيل والوان وزمزميات ومقلميات، كل ده كان برضو بنص السعر. بصراحه جمعيه رساله منذ اكثر من عام بتتعاون معنا تعاونا كاملا في دار مناسبات مسجد حسب الله، وبيقدموا كثيرا من الخدمات لاهالي هذا الحي، الحي الفقير، سواء كانت شنط مدرسيه، ادوات مدرسيه، مواد غذائيه. صراحة يعني ربنا يجزيهم خير ويجعلهم ميزان حسناتهم، تعاون كامل، تعاون كلي وجزئي بأسعار مناسبة في متناول الجميع. جميع الفقراء من أهل هذا الحي بيستفيدوا من جمعية رسالة، وده عمل طيب جدا وشيء ناجح، ربنا يجزيهم خير ويوفقهم يا رب. احنا النهاردة عاملين معرض للسلع التموينية مع الاشتراك مع جمعية رسالة الخيرية، يعني عشان خاطر نخفض الأسعار بنسبة كبيرة جدا تصل إلى المنتصف، يعني بنبيع السلع بنص ثمنها وممكن اقل كمان ان شاء الله. اخدت الحاجه بنص الثمن، السكر بنص الثمن، الرز بنص الثمن، كل حاجه بصراحه كويسه جدا. احنا النهارده ضمن مبادره في التحالف الوطني، عندنا النهارده معرض سلع غذائيه منخفض الثمن تقريبا نص الثمن. عندنا كل الاحتياجات الاساسيه للاسره، رز، مكرونه، شعريه، عدس، سكر، وغيره من المواد الغذائيه. المعرض ده بيبقى بنص الثمن تقريبا، فهو مش بيهدف لاي ربح خالص، بل بنخفف العبء على الاسره. يعني في اسر بتبقى متعففه بترفض ان احنا نقدم لها المساعده كده، فهي بتيجي تشتريها بس بمقدرتها الماديه يعني. فعندنا النهارده 100 اكتر من 100 اسره مستفيده باذن الله في المعرض ده. جمعيه رساله هي ضمن التحالف الوطني للعمل التنموي، احنا هنا في محافظه البحيره مركز ابو المطامير، عندنا معرض للسلع الغذائيه الاساسيه في اي بيت مصري. تمام، ده بيكون جزء من ضمن قافلنا اللي بتكون مشتمله على قافلتين كل شهر، بنيجي تاني وتالت جمعه من كل شهر، بنكون عندنا أنشطة متعددة منها المعرض اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. شعور جميل جدا من جمعية رسالة، طبعا الأسعار كلها مخفضة بتعتبر أقل من نص الثمن، أسعار يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يجازي كل واحد على فعل خير. ونشكر طبعا القائمين على العمل جمعية رسالة والناس اللي قائمين عليها.
المركزين النهارده بنستهدف عدد 7 اسر، وزعنا عليهم 17 جهاز الحمد لله من غسالات وبوتاجازات وسراير ومراتب. بعد كده عندنا وكنا برضو عندنا النهارده محو واميه بنستهدف فيه 9 اسر، وعندنا براعم بنستهدف فيها 28 طفل. عندنا في قريه تانية قريه الفهميه عملنا فيها سقفين الحمد لله. النهارده جيت اشارك مع زمايلي اننا نساعد الاهالي او الاسر المحتاجه هنا في الفيوم. جينا نشارك نعمل زي اسقف للاسر المحتاجه اللي ما عندهمش سقوف، نوزع اجهزه كهربائيه. انا بيسعدني جدا ان انا لما اساعد الاسر المحتاجه وبشوف البسمه على وشهم الناس اللي محتاجه هنا في الفيوم، بيسعدني جدا ان انا اشوف البسمه على وشهم بعد ما نساعدهم. جايه اشارك النهارده في توزيع اجهزه كهربائيه. مساعده الاسر لما احنا بنقدم لهم الاجهزه وهم بيفتحوها، او ان هم الاطفال مستنيه السرير اللي هيناموا عليه، او ربة المنزل لو هي فرحانه بغساله او بوتاجاز جايبينه لها. وشاركت كمان في محو اميه ان احنا بنعلم ناس مش بتتعلم القرايه والكتابه، وبعد كده بيروحوا امتحان وبياخدوا شهادات معتمده ان هم خلاص متعلمين القرايه والكتابه. والاطفال والبراعم ان هم احنا بنعلمهم قيم واخلاق تساعدهم في المستقبل. النهارده كده شارك في نشاط الثقافه الخارجيه عشان اساعد الناس بنات البراعم ومحو اميه ان احنا نمحو اميه الامهات بتاعتنا في القرى الفقيره، ونساعد الاطفال هم يتعلموا قيم جديده وحكايات ان شاء الله تضيف لحياتهم. جايين النهارده مع مبادره ايد واحده تحت مظله التحالف الوطني، جايين بني سويف في قرى بني سويف كلها عشان ندخل السرور على اسرنا هنا. جايين نوزع شنط غذائيه وجايين نوزع اجهزه كهربائيه. حضرنا كمان وجبات سخنه مميزه جدا وجميله جدا، وبنعمل حفلات للاطفال ودروس للمسنين لمساعدتهم لادخال السرور على قلوبهم. جيت النهارده بني سويف بشارك مبادره ايد واحده تحت مظله التحالف الوطني. النهارده وزعنا الاطفال شنط مدرسيه وادوات المدارس كلها، وعملنا معهم ورشة إبداعية بتنمي الخيال عندهم، وكلنا معهم أثر العلم وأهمية التعليم بالنسبة لهم. النهاردة جينا محافظة بني سويف ضمن مبادرة إيد واحدة تحت مظلة التحالف الوطني. النهاردة جينا نجهز وجبات تحتوي على بروتين نشويات وخضار وفاكهة، إن شاء الله نوصلها لحد باب الأسر.